اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج الحكي بالسياسه. فطر مبارك للبنانيين جميعا والمسلمين خصوصا على امل ان تحمل الاعياد المباركه المجيده الخير والاستقرار والامان لبلدنا اللبناني. محليا لا يزال الغموض يلف مجريات حادثه خطف واغتيال منسق القوات اللبنانيه في جبيل باسكال سليمان ولا تزال مفاعيل الحادثه تفرض نفسها على الأوساط السياسية والشعبية بانتظار التحقيقات الرسمية أقليميا لم تتمكن كل الجهود من التوصل إلى هدنة في غزة قبل عيد الفطر ويبدو أن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التصعيد كل هذه المواضيع سنناقشها في حلقة اليوم مع عضو المكتب السياسي الكتائبية المحامية جوال بوعبود صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صباح الخير أستاذ يعني بداية أنا حبلش أنا وياك من حادثة اغتيال باسكال سليمان بتحطوها بخانة الاغتيال أم القتل كما رواية الجيش اللبناني أول شيء اسمح لي اتوجه بالتعزية لعائلة الشهيد باسكال سليمان ولحزب القوات اللبنانية ولكل اللبنانيين السياديين وكمان مع أنه منا بأحلى منا بأحلى أيامنا بس كمان بنتوجه بال تمنيات عيد مبارك لكل اللبنانيين والطوائف المسلمه. أه قبل ما اقول لك يعني شو هي طبيعه هيدا العمليه القتل اللي صارت نحن عم نقول انه ناطرين نتائج وخاصه خلفيات هذه العمليه لانه لاول مره يمكن في موقوفين معروفين محددين هويتهم معروفه المطلوب هلا انه القوى الامنيه والجيش انه يقوموا بكافه التحقيقات اللازمه لينعرف ليش صارت هذه هيد هيدي العمليه أه هلا قبل ما نقول كمان انه كيف عم بتم توجيه الاتهام لحزب الله مثل ما الناس على الارض كلها حاسه وهيك بخلفيتها توجهت اصابع الاتهام الا بدنا نسال ليش؟ ليش هالحزب جسمه لبيس؟ لانه كان في سبعه ايار لانه في لقمان سليم لانه في الحصرونه لانه قبل في بيير جميل وكل الشهداء لانه في الطيونه بقى بس يكون عندك حزب عنده هالنمطيه بالتعاطي مع اللبنانيين دغري بالست توجه اتهامات من الطبيعي انه الناس تحس بشكل يعني عفوي سياسي اليوم اكيد اتهام سياسه كلنا ناطرين نتائج التحقيق ولكن مم. حتى يعني بالمواقف الرسميه للاحزاب ان كان الكتائب او القوات اللبنانيه ما حدا وجه الاتهام مباشره لحزب الله مثل ما حلل لأمين عام حزب الله انه يقول وطلع بهالخطاب الغير مبرر النبره مم. يعني وصار يتهمنا بشيء يعني مردود له بنرجع بنحكي فيه ولكن هيدي الخلفيه هون المشكله انه ليش الناس كلها دغري فكرت انه في حزب الله وخاصه مم. انه كمان بنعرف انه من ايام قبل ما تتم عمليه الخطف والقتل كان في مشكل كبير بمنطقة الجبال بأحدى القرى بين مجموعة من الشباب من المناطق المسيحية وبعض مجموعات حزب الله وبالتالي في كتير أمور في كتير عليها علامة استفهام هذا لازم تتوضح ولكن أبعد من هيك أستاذة جيمي إذا شلنا الشق السياسي المحط عندنا هل عمليات الخطف والقتل والجرائم اللي عم بتصير بطريقة منظمة من العصابات السورية هيدي مشكلة بحد ذاتها يعني صار عندك خلطة عصابات سورية وميليشيا مسلحة يعني كتير متجانسة فيها قادرة تعمل كل شيء بقى هيدا الخلطة هي مشكلة كتير كبيرة وهيدا اللي لازم يتم معالجتها طيب اليوم يعني بموضوع باسكال سليمان منتظرين التحقيقات ولكن قيادة الجيش والتحقيقات الأولية اللي تم الإعلان عنها حسب الروايات الرسمية شكلت 80% تقريبا من الحدث يعني أو المعطيات أو الوقائع اللي انعطت هن معتبرين أنه هناك عملية سرقة سيارة أدت إلى وفاة باسكال سليمان وحطوه خارج الأراضي اللبنانية كرمال بس يموهوا أو يبعدوا الشبهات عنهم أو يبعدوا الضح الجد يعني والمعطيات كلها أنا هذه الرواية؟ لا مش مش أنعتنا أول شيء هي هيك بمكوناتها منا كتير مقنعة على أن فيها فيها كتير هفوات ولكن كمان أكتر من هيك لأنه ما في ثقة لانه كنا حاطين نشوف بني... لانه بني... لا لانه بعد ما خلصت التحقيقات مم. بس نحن بالمرحله اللي وصلت لإلها ما في ثقة انه هيدي هي ال... هي القصه او السرديه النهائيه انه اذا في خطف سي... سياره ليش بدهم يقتلوه بعد انه ضربت فرد على راسه وقتلته ما شفنا كلنا الفيديوهات شفنا مم. كيف وجهه م... مشوهينه يعني ضربينه بطريقه كثير وحشيه هل هذا الشيء يعني؟ لا وفي رواية هلا عم بيتباع البعض انه هيدي العصابة حاولت توقف سيارتين قبل باسكال بس طلع فيهم نساء وما يعني يلي كان ما يلي ما كان على, أهولن على كان اهون يعني بتصور من ناحيه القوه الجسديه انه يوقفوا سياره فيها نساء من انه من انه فيها رجل وبالتالي فيها فوات في لمين اليوم حتى التحقيقات عم بيقولوا انه مرجع امن قال انه التصريحات او الاعترافات تبع الموقوفين ما كتير كثير متجانسه يعني في بعض محلات ما فيها وضوح نحن عم نطالب انه يكون في وضوح لنعرف المضبوط الحقيقه شو هي لانه شبعنا وصرنا نرفض انه يكون في عدم محاسبه ولا عقاب وما نفهم كل هالجرائم كيف عم بت كيف عم بتتم لمين بتوجهي ندائك بهيك بجديه التحيات يكون لقياده الجيش ل... لكلهم لكل شخص او كل جهه مو لجه هي عم بتقوم التح... بالتحقيق م. لازم تقوم فيها لاخر يعني للاخر لانه هي مش إنعتكم منا إنعتنا ولازم نعرف على المضبوط شو هي الخلفيه الصريحه وبس تتوضح كل النقاط اللي عليها علي علامه استفهام لكل حادث حديث طيب في خطوات يعني شفناكم التقيتوا مع القوات وكنتوا جنبا إلى جنب وكما كما صرح النائب سليم الصايغ انه دائما بالصعاب بتكونوا بنفس الخندق شو ما بعد هذه الجريمه؟ يعني اول شيء نحن والقوات اكيد هيدي نحن بنعتبر شهيد القوات اللبنانيه بهالمرحله هو شهيدنا وكل مم. اللي صار معه في يكون يصير مع حيلا حدا منا ونحن منا بعاد لسوء الحظ عن كل هالاشكاليات يعني بعد ما نسينا بيير كمان كيف كمان كسروا عليه ووقفوا ونزلوا عليه بقى هيدا الخطر موجود علينا كلنا ونحن ضروري انه نكون كلنا سوا نحن والقوات وكل المعارضه وكل السياده لنواجه هيدا هلا حسب النتيجه برجع بقول لك رح نبني على على شيء مقتضى حسب قناعتنا بال بالنتيجه التحقيق وشو رح يتبين بنشوف شو يعني ما بس ما اكيد ما رح يكون بعد هيدا الحادثه مثل قبل هاي الحادثه مثل ما تغيرت كثير امور من بعد الطيونة مثل ما تغيرت كتير أمور من بعد الأمان السليم مثل ما تغيرت كتير أمور من بعد الحصرونة من بعد كل هالأمور اللي عم بتصير والجرائم عم بتأدي لغير محل وعم بتأدي أنه حزب الله وكل هالتركيبة الموجودة أنها تكون عم تنفصل أكثر وأكثر عن الدولة اللبنانية وعن الشعب اللبناني مناصري القوات اللبنانية والكتائب أيضا شاركوا بحملة ما بتقطع يعني اعتبروا هيدا الاغتيال ما رح يقطع مرور الكرام اي مشان هيك عم بقول لك ما بعد ليس أكيد أكيد كما لانه في قبل. ناس عندها كمان تخوف انه اوكي صارت مثل ما صار قبل مثل ما صار بالحصلوني مثل ما صار مثل ما صار مثل ما صار رح نوصل لمرحله بيرجع للاسف ينطوي هيدا الملف ونرجع نمشي بنفس الاشكاليات بالبلد بدي اقول لك شغله هي مواجهه هالامور يمكن الناس هلا اوقات على آه على غضبها إيه يعني بتتوقع انه يصير امور على على الارض المواجهه منا بس على الارض يعني بتصور المسار المواجهه السياسيه اللي صارت اخر سنوات كتير كبيره يعني شو اللي ازعج اكثر شيء حزب الله وحسن نصر الله هالمواجهه اللي عم بتصير بوجهه يطلع بهالطريقه اللي حكي فيها ويوجه كلام الحقد الى الكتائب اللبنانيه والقوات اللبنانيه ومين بشد عم شدهم يعني كمان لك هال آه. آه. بقى بالتالي هذا القوه هذا فقد الكو وهذا انزعاج هذا انزعاج لانه عم نواجهه ولانه حتى بهالحرب اللي عم بجرنا لإله عم نقول له انت ما كان لك حق ونحن ما رح نغطيك وما رح مم. نغطيك شو ما صار اوكي كل... قبل ما انقل كلام السيد نصر الله بس تنذكر انه وصل موكب الشهيد باسكال سليمان الى زق مكيل امام كنيسه سيده النجاه آه، كلام السيد نصر الله الله وقى لبنان شر محنة وفتنة بسبب الأحقاد والحماقات وأحيانا الارتباط بمشاريع خارجية والتآمر دبري وما حصل بالأمس واليوم درس كبير للبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا وفضيحة كبيرة لحزبي القوات والكتائب أظهرت أنهم ليسوا أهل حق وحقيقة وعدل بل أصحاب فتن يبحثون عن حرب أهلية شو ردك على هذا الكلام؟ رح رد بس كمان بدي نوه بمقدمتك مبارح ببرنامجك اللي كان كمان رد على هيدا الحكي يعني هيدا الحكي كمان ما بيقطع يعني انه اصحاب الفتن مثل ما انت قلت اللي عملوا سبعة ايار اللي اغتالوا لقمان سليم اللي اغتالوا الحصرونة اللي عملوا الطيونة اللي مرقوا بسلاحاتهم بال بالكحالة اللي عم بيصادروا الاراضي بجبال هيدي الفتنه اللي عم بجر لبنان لحرب عم بيحكي عن اجنده خارجيه ما هو عامل حرب وفاتح جبهه مسانده بالجنوب لمناصره بلد اخر بامر من بلد تاني يعني ما بعرف في, في وقاحه بالتزوير التاريخ وبتزوير الوقائع، <applause> لا نحن اهل حق وهو ما في يعطينا دروس، نحن اللي بنعطي دروس، نحن اللي عملنا هيدا الوطن، نحن اللي عملنا الوطن بحدوده هيدي، نحن عملنا وطن التعايش، جبال قبل حزب الله طول عمرة حتى بـ بـ بأسوأ حالات الحرب كانت آمنة، كانوا عم بيعيشوا المسيحيين مع الشيعة بأمان وما صار في مشاكل، بقى بس دخل من 40 سنة حزب الله على المكون اللبناني غير حتى هوية الشيعة اللي كانوا هن من اكثر الناس المعتددين المعتدلين بلبنان، بقى هن اهل الفتنه هو ما بيقدر يعطي دروس لا للبنانيين ولا للمسيحيين خصوصا تصديقا فالدرس أنا... بده يرجع لإلو تصديقا على كلامك انا ابن جبال وبعرف كثير منيح بالحرب يلي سماها اهليه كان الله يرحمه غيث خوري شهيد الشهيد غيث خوري هو مم. رئيس اقليم جبيل كانوا يجيبوا القمح والاكل على المنطقه يوزعون على بدي اعتذر ولكن بدي اقول ردا على السيد كمان عم يحكي بنفس النهج على الضياع الشيعيه قبل ما تتوزع على, الضياع القرى المسيحية, المسيحية. المسيحية. ايضا بقى ما صار في فتنه وشرخ وتقسيم بالبلد طيب. الا بس فاتت ثقافه حزب الله الى لبنان طيب برايك هذا الكلام التصعيدي خلفياته لوين عم بيحاول السيد يجر وفي سؤال كمان بينسال انه هل حزب الله اليوم يعني بمطرح او بمكانه او باريحيه عنده هالاريحيه انه يفتح هذه الجبهات. هلا هو من الواضح انه ما بده يوسع مم. بس هو كمان كان مزروق بمحل ما انه بعتبر انه دور المقاومه انه تحرر القدس و... ويرجع ويلغوا اسرائيل والى اخره، صارت الحرب بغزه ما قدر ما يعمل شيء م. بقى فتح هيدي الجبهه ولكن هو لو بده مزبوط يرد على الاسرائيلي مثل ما الاسرائيلي عم بيكون باجرامه وعم بيضرب بلبنان غير غزه م. كنا اكيد رحنا رحنا ابعد من هيك والاسرائيلي عم بيستفز يعني كيف عم, هو عم و... المسؤولين تبع حزب الله، كيف اصطادوا العروري بنص الضاحيه ببعلبك المدنيين العيال، هو ما عم برد بهالطريقه حتى بنشوف كل يوم والثاني بيقولوا استهدفنا تجمع لجنود اسرائيليين ولا مره سمعنا اذا توفوا اذا قتلوا هول الاسرائيليين الجنود او لا ولا مره بعده اسرائيل بعدهم بعده حافظ على المينيموم ملتزم بالاوامر الايرانيه بس الخوف انه يتم استدراج استدراجنا لهذه الحرب بمحل بلا ما يكونوا هن لأن هن لو رايدينها كانوا طيب كانوا أه اكيد وسعوا اكثر من هيك استاذ أه جوال بو عبود قديش اليوم الغطا المسيحي يؤثر على مستقبل السلاح تبع حزب الله تحديدا؟ ما هو بالاساس الغطا المسيحي هو كان الاساس بتمكن حزب الله هالقد يسيطر على الدوله اللبنانيه يعني قبل ال 2006 حزب الله ما كان بهالقوه اللي كان فيها، هو اعتبارا من 2006 واتفاق خايل بلش الانقلاب اذا بدك على مؤسسات الدوله وحده ورا الثانيه، يعني كان في بتصور سذاجه بالاعتقاد انه اذا تحالفنا مع حزب الله منجيبه لعنا، حزب الله عنده عقيده كتير عميقه مرتبطه بمشروع اسلامي كبير يعني وهيدا بعائدتهم وبنظامهم حتى م. حتى السلاح عندهم عقيدة بحد ذاتها يعني ليس السلاح في خدمه العقيده بس العائده بخدمه السلاح يعني وجود السلاح عندهم شيء مقدس م. بقى ما رح يغيروا هن فيهم ياجلوا بيعتمدوا ما يسمى التقيه باجلوا تنفيذ مشروعهم لتكون الامور صارت انسب او شوي شوي مثل ما على مر أربعين سنه قدروا يقدموا شوي شوي ويتمكنوا من انه يمسكوا زمام الامور حزب الله ما رح يغير بعقيدته هيدي المشكله بس اليوم خسر الغطاء المسيحي خسر جزء كبير جزء كتير كبير واللي عم بيعملوا التيار الوطن الحر اكيد جيد لا باس به بس بعد غير كافي يعني شفنا تصريحات سابقا الـ الوزير باسيل مثل يعني اجر بالبور اجر بالفلاحه يعني اوكي منجرم الفعل اللي هو انه نحن ضد توحيد الساحات بس ما منجرم الفاعل اللي عم بيحكي بتوحيد بتوصيح... تو... الساحات ما بدنا انه نجر لبنان الى حرب بس منضل نقول انه نحن مع المقاومه هالمقاومه هي اللي عم بتجرك لهونيك وبالتالي يعني بعد في مسار لازم يتقدم فيه ومنتمنى انه يرجع التيار الوطني الحر الى موقفه السياده اللي كان قبل الـ 2006 في حكي اليوم مع الطيار بهذا الموضوع في تواصل اكيد في غيره موضوع وثيقه بكركي في تواصل بس انه وعارفين يعني انه عم عم الموضوع قديش اليوم الوقت عم بي عم بيأثر على كل اللي عم بيصير عم بروح ناس بالبلد فعم بروح ضحايا عم بي... عم بيصير في هجرة كتير أكيد الوقت مش مش لصالحنا مم. بس نحنا عم نعمل كل شيء فينا وأنت بتعرف أساس جيمي قدي صلنا أشهر نحن حاطين كحزب كتائب وكرئيس الحزب كل طاقاتنا ل... لنشكل جبهة وطنية سيادية مم. بمواجهة هذا الاحتلال ف... والخطف القائم في حزب الله آه، إن شاء الله الحادثة اللي صارت المؤسفة اللي صارت امبارح مع الشهيد بسكال سليمان تؤدي لإنشاء لأ هذا الشبهة لأنه إذا ما كنا واحد عن جد رح يستفردوا فينا واحد 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 مثل ما أعرف فينا ليس حنكش صح طيب آه، بموضوع وثيقة بكركي آه، هل بتساعدكم بهذا المطلب يلي عم تحاولوا أنتم اليوم توحدوا فيه المعارضة هذه الوثيقة انطلقت مسيحية مسيحية ولكن أبعاد اليوم والأهداف وطنية. تبعها عم تروح صوب أهداف وطنية أكثر نعم. شو تعليقكم على قديش في عندكم أمل أدي مساهمين أنتم بهذه الوثيقة كيف بتلاقوا هل البطرق رح يقدر يعمل شيء يعني هناك علامات استفهام كمان الصيغة التنفيذية بكرة كيف رح تكون لك لا ما حدا لحاله قدر يعمل شيء يعني مثل ما قلت لا لحاله للكتائب لحالها للقوات لحالها بس بس يكون عندك جبهه قويه يعني هيدي بتعطي ديناميكيه سياسيه مختلفه يعني حتى اذا بدك تعمل تحركات على الارض غير بس تكون جبهة عم تدعي غير ما انه حزب لحاله عم يدعي او جهة م. وحدة لحالها، وبالتالي بتخلق ديناميكية، بتخلق مشهدية، وبتخلق ثقة عند الداخل، بالداخل عند الناس، وبتخلق محاور للمجتمع الدولي، لأنه هلا المجتمع الدولي بحاور المعارضة إذا بدك كل كل جزء لحاله أو كل حزب لحاله، وهذا الشيء منه خطأ، بس أكيد إذا كان في محاور واحد مع المجتمع الدولي اكيد بيكون احسن واحسن بقى هذه الديناميكيه بتادي لشي يعني نحن على طول بنعرف شو كانت اخطاء 14 اذار بس كمان بنعرف انه 14 اذار اللي بلشت بقرنه شهوان هي اللي ادت مع كل الوضع الاقليمي والوضع الدولي بعدين من بعد ما استشهد الرئيس حريري، هي ادت لتحرير لبنان من الجيش السوري، لو ما كان عندك هالجبهه وهذا الوجود ما كنت قدرت وصلت لهون، بعد الجبهه هي احد المكونات الاساسيه والضروريه لاي تحرير بالبلد. موضوع السوريين يعني الشق الثاني من موضوع اغتيال في فرضية موضوع السوريين نعم. قديش هذا الموضوع اليوم أصبح ملح معالجته كيف ممكن آآ آآ شو ممكن يعني عملية اغتيال سليمان بمنطقة جبيل نعم سليمان كيف ممكن شفنا اعتداءات على السوريين هل أنتم مع طرد السوريين بهذا الشكل من المناطق نحن مع عودتهم إلى سوريا هلا المشكله اللي بلبنان المشكله مثل اللي صار امبارح يعني انه هو ردات فعل يعني بس يصير عندك على لسان وزير الداخليه 35% من الموقوفين بالسجون اللبنانيه من من السوريين وفي احصاءات بتقول 60% من سجون الاحداث من السوريين بس يصير عندك نص الشعب اللبناني سوري ومنك عارف شو وضعهم القانوني آه، كيف عم بيتعاطوا تشكيلة العصابات تبعهم آه، انه شو منتظر من ال... شو منتظر لا وزير من المهجرين الابناني. صرح انه في مسلحين 20000 ألف, ألف مسلح هيدا وزير <applause> يعني انه شو منتظر من اللبنانيين انه يكونوا كلهم ما عندهم ردات فعل اكيد نحن ضد العنصريه ضد بعض المشاهد اللي شفناها بس ما هيدي نتيجه شو اذا ما تعالجت الازمه رح تضل تشوفها هيدا رح تزيد كيف بدها تعالج اليوم هالازمه يعني اليوم شو الملح بهذا الموضوع مين لازم يبلش ياخذ الخطوه الاولى ويبادر بهذا الموضوع في عده محاور لمعالجه هذا الموضوع اول شيء عندك الـ الجهات الدوليه, الدولية قبل يو ان سي ار وما لف لفيفه هول المنظمات مرتاحين انه عم مولوا السوريين بلبنان ويساعدوهم تيضلوا بلبنان ليه؟ خوفا ما انه يروحوا على اوروبا، وهيدا الشيء اللي شفناه بزياره الرئيس <applause> القبرصي نهار التنين اجا هو وزير الخارجيه وزير الداخليه يعني مم. اعلى شيء معقول يصير اجوا على لبنان لانه ببضعه ايام فتلن حوالي ال مهاجر سوري من لبنان من الحدود البحريه. عملوا بانيك نحن عنا مليونين ونص هنيك الف عملوا كل هالبانيك الرئيس بقى اذا ما حسوا انه هيدا الخطر رح يوصل لعندهم من لبنان ما رح يتحركوا مم. هلا يقال انه حسب التصريح انه الوزير الاوبرسي ويمكن امبارح كمان الوزير اليوناني انه الرئيس الاوبرسي واليوناني آه رح يضغطوا على الاوروبيين ليلاقوا حلول ويلاقوا آه مناطق امنه بسوريا اللي هي موجوده لعوده هذه السوريين الى والا رح يضل يصير في تدفق لعندهم، وانا بدك رايي الشخصي نحنا منا قادرين نوقف الحدود البريه ونضبطها، ما لازم كمان نوقف الحدود البحريه. بدهم يفلوا؟ خليهم يفلوا، لبنان ما بقى يحتمل، باسم حقوق الانسان كل الدول عندها واجب انه تتحمل. تتحمل، حقوق الانسان منا بس على لبنان، لبنان تحمل اكثر من طاقته، منه قادر واكثر من انه قصه اقتصاديه من من غير الطبيعي انه يصيروا سكان لبنان نصهم من غير اللبنانيين وعندك لون اتش ار بذات الوقت ما عم تعطي الداتا المضبوطه للدولة اللبنانية ما بنعرف شو الاعداد المضبوطة عندنا ولادات غير مسجلة صارت بمئات الالاف هودا هود كلهم شو بده يصير فيهم؟ رح يتركز اليوم اكثر برايك على قضية الوجود السوري بلبنان؟ انا برايي رح يتركز اول شيء من وراء زيارة الرئيس القبرصي والهجرة اللي عم بتصير من لبنان الى اوروبا هيدا عامل ضغط انا برايي كثير جيد الشيء اللي صار الجريمة اللي صارت كمان هيدا رح ترجع تحرك الموضوع وما ننسى انه قبل ايام كمان صار في جريمه اخرى بالاشرفيه كمان طلعوا المنفذين سوريين وين ما كان ثلاث ارباع الجرائم اللي بنسمع فيها بيطلعوا سوريين عاملينها هيدا شيء ما طيب. منو والدولة اللبنانية ما في عليها واجب اليوم الدولة اللبنانية هيدا تاني شيء عليها واجب كتير كبير بس المشكلة انه الواجب الكبير تبعها اللي هو بضبط الحدود عندك مين عم بعطل ضبط الحدود وهو بجزء كبير ليس وحيدا بس الجزء الكبير هو حزب الله لانه صارت الحضور اللبنانيه فلتانه كرمال السلاح والكتاغون و اي مثل ما قلت جت طلعت على سوريا على حق حو... وبدنا نسال هون معلش لو رجعنا على موضوع باسكال سليمان انه ليش طلعوه على حمص ويقال انه بالقصير مطرح ما في وجود وكثير كبير لحزب الله والنظام السوري يعني هيدا كمان من علامات الاستفهام اللي بتطرح وبالتالي ايه وجبات الدولة اللبنانية تضبط الحدود وجبات الدولة اللبنانية كل واحد بيروح على سوريا ما يعود يرجع على انه نازح في دور للبلديات كتير كبير في بعض البلديات عم بتقوم بواجبها البعض ما عم بيقوم بواجبه في مسؤولية على المواطن اللبناني مش لانه انا بقدر ادفع اقل لعامل سوري بشغله محل اللبناني طول عمره كان السوري يشتغل بقطاعات معينه وهذا شيء طبيعي بس صار هلا السوري عم يشتغل وين ما كان وصار عنده هو صاحب عمل و... وعنده بزنس يعني في فلتان كثير كبير وزاره العمل ذات الشيء يعني لازم يكونوا معهم وراء الناس اللي عم بتاجر السوريين لازم يتأكدوا انه هو الناس يعني احنا بحاجه وعي لبناني مواطن اكيد والدولة والمجتمع الدولي طيب موضوع البلديات يعني اصبح خلص يعني ورانا تقريبا اتخذ القرار بتاجيل هذه الانتخابات بس حق. قديش اليوم كانت هذه الانتخابات ممكن تساعد الدولة والمناطق يعني لا تحمل مسؤولية باللي حضرتك عم تقولي آه ما في شك أكيد كانت ساعدت لأنه ما ننسى في أنه في 130 بلدية من حلة يعني صح. تقريبا في ثلث البلديات من حلة والقائمة كميات ما عندها الامكانات انها تحل محلها وبالتالي ايه كل هول البلديات المنحله ما راح يكونوا قادرين يقوموا بواجباتهم الطبيعيه وبواجباتهم تجاه النزوح السوري، بس لسوء الحظ اللي مبين انه راح يتم التمديد يعني في خمس كتل اعلنت عن عن التمديد وعن موافقتها للتمديد. واكيد بالسياسه ما بينسبون انه يتغير شيء من ستاتيكول الحاله يعني كل فريق الممانعه وهذا الحجج انه الجنوب هلا بوضع في في تم استثناء الجنوب لمرحله لحقا. او ميجا سنتر او يعني في حلول لو لو بدهم عن جد يعملوا في حلول اسرائيل بس بالحرب عملت انتخابات اه نحن كل شيء بوقف انه سنة الماضي ما كان في حرب واجلوا الانتخابات يعني السبب الوحيد منه هو الحرب طيب. اكيد عضو مكتب المكتب السياسي الكتائبيه المحاميه جويل وعبود تنرجع الى الملف الاساسي وهو الملف الرئاسي بالبلد اذا اليوم بدي اطلب منك توصفي لي الوضع اللي وصل له هذا الملف كيف اليوم توصفي وين وصلنا آه بالتعاطي بي آه بي بين بعض بتشكيل بي الجبهة بالتحالفات بالأسماء بالمشاريع بموضوع الحوار بي شو شو؟ بدي اقول لك في في كثير محاولات ومبادرات شفناها بالاسابيع الماضيه يعني ان كان او مبادره الاعتدال الوطني م. آه في مبادرات بس كل هيدي المبادرات بلا ما نفوت بتفصيلها إذا ما كان في إرادة من حزب الله أنه يلاقي اللبنانيين إلى نصف الطريق ما رح توصل لنتيجة يعني لا تاريخ اليوم بعدهم هن متمسكين بمرشح اسمه سليمان فرنشية وأنا معليش لو عطول منحكي فيها بس ضروري يتم تذكير الناس نحنا كان عنا مرشح اسمه ميشيل معوض اتفقنا نحن وميشيل معوض أنه ما يكفي بالسباق الرئاسي ولقينا الفريق الاخر الى نصف الطريق وتقطعنا مسيحيا لان كانوا يتهمونا انه انتم المسيحية فيتقطعنا مسيحيا على جهاد ازعور كمان ما مش الحال وبالتالي طول ما حزب الله بعده رافض انه يكون في مرشح اخر رح يضلوا المشكل قائم لانه بيدعوا لجلسات للانتخاب بينسحبوا بقى التعطيل عم بيصير من جنبهم وليس من جنبنا وهذا بدعه الحوار يعني عم عم الناس وعم بنسوا الناس انه في الية انتخابية دستورية هي اللي لازم تتم، اللي عم بيقولوا له ايه على الحوار بيصير في رئيس. ليش؟ كيف؟ كيف إذا جينا على الحوار بده يصير في رئيس؟ خبرني. هلا رئيس حزب الكتائب بمقابلة بعتقد الأخيرة اللي طلع فيها ما كان عنده مشكلة بموضوع الحوار ولكن كان عنده مشكلة بموضوع إنه التمسك بسليمان فرنجية لانه لانه اذا انت بعدك متمسك بسليمان فرنجيه ورحت على الحوار رحت على الحوار, الحوار, الحوار هيدا يعني انه هن جايين على الحوار ليقنعوك بسليمان فرنجيه طيب بس بس انا موقفي واضح من سليمان فرنجيه مثل ما انتم كان موقفكم واضح من ميشيل معوض قربنا قربوا انا ليش بدي اعمل من الحوار مؤسسه؟ ليه بدي اعملها شرط لانتخاب رئيس جمهوريه؟ عندما تنتخب رئيس مجلس نواب بتعمل حوار؟ ليش بده ماسس هيدا الشيء؟ ليه هيدا الموقع بده يكون في قبله مشروط بمؤسسه اسمها مؤسسه الحوار؟ مش مزبوط بس الحوار يوم... بالبلد قائم مش ضروري يصير حول ثوره يعني مستديره او مستطيله او مربعه، الحوار قائم كل الاطراف عم تحكي مع بعض، نحن بس نحس او بس يعطي اشاره حزب الله انه هو مستعد يتخلى عن سليمان فرنجيه ويبحث بمرشح اخر، نحن مستعدين نحكي بس ما في حط شرط مسبق انه بتجوا على الحوار ومرشح سليمان فرنجيه لانه كلنا بنعرف انه بعد في بعض الناس كمان مترددين ومعقول يصير في كتير ضغط عليهم نحن ما رح نلعب طيب بس انا اليوم بسال سؤال كمان اي اهم اليوم انه نروح على الحوار ولا ما ننتخب ما نروح على الحوار ولا ما ننتخب الحوار كسبه الحوار ما رح يؤدي لرئيس انتخاب رئيس جمهوريه بعدين بتقلك لك ليه أكتر من هيك يعني قصدك على حوار ويمد هذا الحوار رح يمد هذا الحوار بكره بغيروا رايهم او بكونوا ضغطوا على نواب معينين يعني انه هالتمسك بالحوار ليه؟ انه منا مستعدين نفوت بهاللعب انه بتعرف شو خلينا نلحق الكذابه على على باب الدار, الدار. خلاص الوضع وين خي في انتخابات رشحوا حدا تاني نزلوا حتى مش بسليمان فرنجيه نزلوا بس شافوا حالهم خسرانين عطلوا النصاب، يعني هن قبل ما يضمنوا سليمان فرنجيه ما رح يروحوا بحوار او بلا حوار، مشان هيك المشكله بالمرشح وبفرضهم هذا المرشح وليس بالحوار في حديث طلع مؤخرا انه رح يضل الحزب متمسك بسليمان فرنجيه لحين انه يتراجع سليمان فرنجيه عن خوض هذه الانتخابات. اليوم مش قادرين مش قادرين ب بي... بالوضع المسيحي او بالوثيقه اللي عم بتصير ببكركي او ما يحكى اليوم وعم ينطرح امور مصيريه بهذا ووجوديه بالنسبه للمسيحيين واللبنانيين بشكل بشكل عام مش قادرين اليوم حدا يحكي مع سليمان بيك بهذا الموضوع ممكن انه يتراجع ولا ما حدا إن بده يحكي لا كثير وفي رسائل وصلت وحتى بالاعلام م. انه طلب منه يعني رافه بهذا الاستحقاق وبالمسيحيين م. انه ينسحب هو بتصور شايف انه طول ما الحزب داعمه راح يضل راح يضل ماشي فيها بتصور هيدي فرصته الـ الـ الاخيره يعني وبالتالي بس انا برايي حزب الله يا بناسبه يضل هيدا الوضع مثل ما هو لأنه هو المحاور م. الرئيسي بلبنان حاليا مو بيت ايه او بده يكون عنده رئيس اسمه سليمان فرنجيه اللي عن جد بمثله لانه الرئيس فرنجيه الوزير فرنجيه هو مقتنع يعني مقتنع بدور المقاومه م. وبهالتركيبه يعني المشكله سياسيه معه م. بالعمق مقتنع يعني اذا كان هو رئيس جمهوريه رح يحاور باسم حزب الله رح يطلع على المحافل الدوليه يدافع عن حزب الله عرفت كيف دونك يا بده حدا <applause> بروفيل سليمان فرنجية م. يا بفضل يضل هيك استاذ جوال بو عبود الحوار هو الكذبة ولا انتخاب رئيس للجمهورية بلبنان هو الكذبة يعني هلا بعدك عم تقولي قد مرتاح حزب الله بعدم وجود المؤسسات بعدم وجود رئيس في لبنان عم بيروح ويجي الحج في صفة بيروح بيمثل الحزب اكيد علاقات دبلوماسيه بالمباشر م. هوكشتاين بيجي يحكي مع الحزب اكيد مرتاح يعني هو اللي بهمه انه يكون في اذا بدك هيك شكل دوله لا يتخبى وراها صح. عرفت كيف بس اكيد ما بهمه يكون في دوله قويه ولا بهمه يكون في جيش قوي ولا رئيس قوي هو بهمه شكل هيكل معين سكولات تا يقدر مثل ما قلت تتلطى وراها بس كمان بين ما يكون عندك رئيس ويكون عندك رئيس عم بسلم كل شيء لحزب الله مم. شفنا بال2016 عم يحكى اليوم انه في مبادره خليجيه ايرانيه ممكن توصل سليمان فرنجيه يعني هن بيعملوا اللي عليهم ونحن بنعمل اللي علينا انه من اشهر كمان كان في مبادره وكانوا على فرنسيين. راس الفرنسيين مم. يعملوا ديل بتاخذوا نواف سلام رئيس حكومه وبتعطونا سليمان فرنجيه وقفنا بوجنا وكان اول واحد وقف بوجه هو رئيس الحزب هو ظاهر سامي جميل هو ظاهر من من اجتماع بالاليزابي بباريس قال كانت واضحه الامور انه الفرنسيين ماشيين بهالقد قال انا جايه على لبنان لنشكل معارضه ونوقف بوجه هذا المشروع وهذا اللي صار وحديث الفرنسيين بالاونه الاخيره سي لا بوا الخيار الثالث بقى هيدا لو ما كان في مواجهه لبنانيه وصمود لبناني وقفنا بوجهه يمكن كان صار إسلامي فرنجيه رئيس جمهوريه بقى ما نستقل بدورنا بدنا نفس طويل آه بدنا كملوا بالنفس الطويل مكملين يعني بتصور نفسنا كمان اطول من نفس امين عام حزب الله بس عدد جدا 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 بخطابه الاخير كمان نفسنا كتير طويل نفسكم قد ايه رح يضل بظل ال ما رح اقول تشاجر ولكن عدم الوحده بالموقف المعارض لكن الموقف المعارض موحد ما عندك جبهه موحده بس كان الوحده بظل على هذه الجبهه أنا برأيي لهذه الجبهة آتي على محال أوقات،, أوقات بتاخد الأمور وقت تتنبنى بشكل صحيح بس أنا برأيي واصلين له يعني كمان اللي صار آخر يومين للي كان متردد بتصور رح يكون حافز أكبر لتشكيل هذه الجبهة خاصة واحد بس يلتف حول الثاني بهيك مصيبة مثل ما صار بيعرف ايه قيمة الوحدة والتضامن طيب بالعودة لموضوع رئاسة الجمهورية اليوم الخماسية ستلتقي رئيس حزب الكتائب نعم. بالوقت القريب ايه هلا هن رح يرجعوا يستعيدوا نشاطهم. جولتهم بعد بعد العيد شو شو ممكن شو الجديد اللي ممكن يطرحوه؟ في عندكم شيء اجواء معينه يعني شو عم بيحاولوا شو شو العقبات اللي عم بيحاولوا يدللوها؟ هل ستطرح الخماسيه برايك الخيار الثالث؟ هن ما رح يفوتوا باسامي يعني تعلموا فكره أنه الخيار فكره الخيار الثالث ونحن قلنا لهم نحن منفتحين على الخيار الثالث نحن هذا كان مطلبنا بس نحن ما رح نتخلى عن مرشحنا الحالي قبل ما هن يقربوا صوبنا يعني نحن اللي عم نقول لهم اياه مستعدين نروح على خيار ثالث ولكن بدو الفريق الثاني يكون مستعد نحن ما رح نروح لحالنا يعني مش رح يكون في عندك ثابته اسمها سليمان فرنجيه ونحن كل مده نغير مرشح مثل واحد عم بيعمل لهم ديفيلي هيدا منيح هيدا جدي هيدا مش عجبنا هيدا كتير مدري شو هيدا طويل هيدا. لا مش هيك بتصير الامور عملناها أس... مره أوكي. وجهاد ازعور من الاشخاص الكفؤين جدا والمثقفين جدا والقادر يقوم بمشروع اصلاح ولكن سوقته بطريقه وغير. غلط لا مش سوقناه بطريقه غلط كل واحد صار يقول انا بتقاطع لانه ما بيمثلني ولكن كرمال لا لحدي. هيدا بقى هيدا الشيء منه ابدا سلبي، نحن عم نقول انه ما كان مرشحنا الاساسي لنقول انه تقدمنا فشخه باتجاه الفريق الاخر وتنازلتوا وتراجعتوا هيدا هيدا اللي عم نقول لهم اياه، نحن عم نقول لهم ليس مرشحنا بس نحن بنمشي فيه اذا كان هيدا الشخص بيقدر يكون جامع لكل اللبنانيين هيدا اللي عم نقوله مش عم اللقاءات اللي عم تعملها الخماسية ما بتلاقيها مركزة أكثر على الفريق المعارض على يعني الفريق بجولة الخماسية تلاقيهم مركزين أكثر على الكتل والنواب وال... ال... مين لا هلا هن مين شافوا اوريدي؟ شافوا التيار الوطني، شافوا عم بحكي حتى لقاءات السابقه لانه شايفين انه بركة بحسوا انه نحن <applause> يمكن فلكسيبل اكثر، يمكن شافونا اول مره اقترحنا مرشح م. اخر بركة انه بنروح ما بعرف، بس لا بتصور عم بيشوفوا الكل وهذا رح يرجعوا بال... يشوفوا جديد بال... عن... لدى الفرنسيين آه حزب الله لا لا ما في جديد بس انه اكيد ال آه في فرق بال... بالمقاربه بينهم مثلا وبين ال... الامريكيين يعني م. اكيد المقاربه الامريكيه هي اول شيء هدفها أمن إسرائيل ووقف الحرب الفرنسيين عندهم هيدا الهم أكيد بالدرجة الأولى ولكن بهمهم لبنان كلبنان يعني وليس فقط من من عيون إسرائيل م. بقى هيدا الفرق وهن بعدهم يعني مستعدين مساعدة لبنان بس لبنان بده يساعد حاله مبادرة الاعتدال برأيك انتهت هلا مبادره الاعتدال كان بشوبها شويه غموض يعني بمعنى انه كل واحد فهمها شوي على على رايه والكل حب انه خلينا نمشي نجرب لنشوف وين بنوصل بس في كتير اسئله كانت حولها انه اذا الحوار ما وصل لنتيجه هل بيدعي لجلسات متتاليه مين رح يترقص اول مره قالوا لنا انه يتداعى النواب بعدين طلع الرئيس بري قال لا انا بدي بترقص وبمجلس النواب يعني كان في عده انتربتاسيون تفسيرات لهيدي المبادره ما بعرف يمكن اذا رجع توضحت الاطر تبعها بطريقه واضحه وينعرف معقول يرجع بس انه بدنا نشوف هلا بعد العيد الاسبوع المقبل عضو المكتب السياسي الكتائبي المحاميه جوال عبود إلى متى رح نضل عم نسأل أسئلة من دون أجوبة؟ إلى متى رح نضل ناطرين حزب الله يتلبنن ويجاوب على هذه الأسئلة ويحط المصلحة اللبنانية قبل مصلحته ومصلحة المحور؟ إلى متى رح نضل عم نتحمل حرب بالجنوب وما في موقف رسمي بالبلد لأنه كلنا مستسلمين أو الدولة مستسلمة لقرار لا لا الحزب؟ إلى متى رح يضل في ولو بالاتهام السياسي عمليات اغتيالات والى ما هنالك وتتوجه اصابع الاتهام الى حزب الله، الى متى رح نضل بحاله التعطيل؟ الى متى رح نضل من دون رئيس؟ الى متى رح يضل المجلس مسكر؟ الى متى رح نضل بكل بكل هيدي التساؤلات؟ ما صار الوقت ينطرح شيء جديد على مستوى كبير، يعني طرح جديد، بشو ناطرين؟ يعني اول شيء الى متى؟ يا ريت عندي جواب لك بس كمان بس نحن عم نشتغل ليل نهار لانه نحن بالنسبه لالنا منا قادرين نتحرك الا ضمن اطار موحد معارض يعني بتقلي شو الخيار كيف واحد بده يشتغل شو بدك تعمل اذا بدك هلا تحط قدامك كل الاحتمالات كيف بدك تواجه حزب الله، كيف بدك تواجه مشروع حزب الله؟ مم. كيف بدك تواجهه؟ إذا ما كان عندك تضامن بين المعارضة وتوقف تضلك تقول له لأ مثل ما هلأ عم له لأ بس بعد بصوت موحد وأكبر وتقدر تغير المعادلة الداخلية والخارجية بالسياسة هيك بتشتغل إلا إذا بدنا نروح على خيارات على خيارات أخرى حتى الخيارات الاخرى بدها كمان إيه موقف موحد اكيد بدها مشان مع... مش هيك بقول لك الاساس يعني بتقول على طول بيقولوا لنا انه عم تحكوا جبهه 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 لانه مش شايفين غير حل الا من خلال جبهه معارضه قويه وطنيه متضامنه هيدا اللي بدها تكون الباب ل... لعدة عم بتقولي عم بتقولي انه الحل هو بهالجبهه اول شيء مين يعني في سؤال يسال مين عم بعرق القيام هذه الجبهه واذا ما في حدا بالمباشر شو القصص اللي عم بتخليها تقوم؟ وفي حال قامت هذه الجبهه شو شو ممكن تع... يعني خلينا نحن اليوم نتصور كمان انه في هذه الجبهه، كيف بدنا نواجه حزب الله؟ اول شيء هي منا قصه حدا عم بعرقل عن سوق نيه، في بعض الفرقاء بيعتبروا انه بعد ما اجى الوقت لإلها او بشوفوا انه كان بتجربة 14 أدار صار في بعض الأخطاء أنه ما بدنا نعيدها خلينا نكونها بطريقة أحسن يعني هاود إذا بدك هن الاعتبارات بس أنا بعتقد أنه من بعد هيدي الحادثة الأليمة مفروض يكون صار في حس واي. أكتر بالضرورة وأنه لا إجا وقتها هلا بتقلي شو بدها تعمل؟ اعطيتك قبل شوي امثله، اول شيء بصير عندك حدا عم عن بحاور لبنان مع 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 جبهه موحده معارضه عم بحكي عن الخارج قادره هذه الجبهه تروح تبرم العالم والدول اللي عندها قرار لتطلب تنفيذ القرار 1559 او لاستصدار قرار ثاني على الصعيد الداخلي م. قادر انت انك تحرك الارض تحرك الشعب قادر تقوم بمشاريع كمان إذا رحنا أبعد من المواقف السياسية مشاريع مناطقية لأنه ناس كمان بحاجة حدا يتطلع فيها الدولة غائبة كليا إذا كان في بعد حدا من الدولة عم يتطلع بالناس هو البلديات صار تلتا من حل وبالتالي قادره تعمل كتير امور وتخلق ديناميكيه مختلفه ديناميكيه سياسيه والامور بالسياسه ما بتبقى لحالها يعني بس يصير عندك جبهه عم تشتغل وعم بصير في تصعيد مواقف وعم بصير في مواجهات الامور بدها تكبر وبدها تزيد لا توصل لمحل يتلاقي يعني حل لانه مش معقول نكفي بالطريقه اللي نحن فيها ولا رح نقبل نكفي بالطريقه اللي نحن فيها يعني في هلا الحرب بدها تخلص بعد جمعه بعد شهر بعد شهرين البقلكي. في عندك تايم لاين معين في ديل بده يركب في شيء بده يركب هيدا الديل كيف رح يكون لح على حساب لبنان مش على حساب لبنان طالع حزب الله قوي طالع ضعيف بده يقبل انه يفوت بالدوله ويصير جزء من هذه الدولة ومؤسساتها على قدم المساواة مثله مثل اللبنانيين الباقيين او ما بده يقبل، بده يضل ماشي بسياسة رفع الإصبع وبسياسة الفرض وبسياسة التعطيل، هودي كلها أمور بدنا نشوف كيف بده يتعاطوا فيها بالداخل، وعلى أساسها على أساسها بنشوف كيف بده يتم التعاطي قبل قبل ما توقع جريمة اغتيال باسكال سليمان، اليوم الأفريقيا يلي معكم بجمع ما شافوا هذه الأمور إنه في حرب وهذه الحرب ممكن تنتهي بلحظة من اللحظات ويركب ديل او تسويه اقليميه بلا بلا كلهم عم بينحكى فيهم في ناس بيعتبروا انه حزب الله رح يطلع اه هن قاعدين عم يتفرجوا هيك عم بحللوا في في ايه بس مش بحاجة كمان أرق. يكون عم بتسرعوا هذه الجبهة بلا نحنا ما عم اي استاذ جيمي إيه. نحن الاولوية عنا هيدا الجبهة يعني في في حدا مسؤول كتائبة او رئيس م. الحزب ما بس يطلع يحكي عم الا ما بيحكي بالجبهة. بالجبهة. هيدا شغل شغلتنا لانه مقتنعين انه هيدا الحل الوحيد بقى ان شاء الله هلا من بعد هيدا الحادثه الاليمه يعني لسوء الحظ انه يكون صار في حس بضرورتها لهيدا الجبهه ما يحصل بالجنوب يعني بالاخر قبل ما نختم انا وياك وهل بالحرب اللي صارت كمان يعني اليوم شو وضع المسيحيين الكتائبيين اللبنانيين آآ آآ كلهم يعني بالجنوب شو عم بيعملوا اليوم وضع الجنوب كتير صعب يعني في مناطق مدمرة بالكامل مم. يعني ما عم بيصير في إذا بدك تظهير لهيدا الدمار اللي عم بيصير يعني غريب عن جد يمكن بالمناطق المتواجد فيها حزب الله يمكن مانع التصوير مم. لأنه في مناطق مدمرة بالكامل التلاميذ صار لهم اشهر برات المدارس في محاصيل زراعيه ضربت على غير خسائر وضربت كل لبنان ايه بس بس يعني هون في كمان حزب الله اليوم اللي عم بيتابع بشوف كمان انه اصبح عم ينحكى باعاده اعمار الجنوب بكل بكل اللي دمر يعمر اللي سبب الدمار يعمر اول شيء الدولة اللبنانية ما قادرة ما عندها مصاري ثاني شيء نحن ما عم ندفع ضرائب حتى يروح حزب الله ياخذنا بمغامرات تؤدي الى تدمير لبنان وتجلب لك العدو الاسرائيلي ليخرب ويدمر ويجي لنا اعملوا معروف عمرولي اللي تسبب بالدمار خلي هو يعمل طيب اذا حزب الله اليوم عم يحكي مع الدول العربيه ودول اجنبيه لموضوع اعاده الاعمار اذا اذا قدر شو نحن بدنا نقول لهم لا اذا قدر يجيب بس أيوه. ما بعرف كانت... اي دول عربيه بس شو الثمن ما اذا قبلوا يعني ما بعرف اذا رح يكون في تسويه او لا يعني لكل الاحتمالات مفتوحه مم. يعني اللي بقول لك رح يصير هيك كل ما بيعرف شيء او عم بيضرب بالرمل كل الاحتمالات في معقول يصير تسويه على حساب سياده لبنان معقول يصير في تسويه مصلحة لبنان معقول يطلع حزب الله ربحان معقول يطلع حزب الله خسران كله وارد نحن بهمنا لبنان سيادة لبنان شعب لبنان توقف هجرة الشباب يعيش لبنان بكرامته يقدر يخطط لشيء هلا اذا بدك لك تعمل مؤتمر تدعي عليه ناس من برا ما حدا بيجي لعندك اللبنانيين ما عم بيجوا على العيد. يعني صحيح. بي يمكن هذا الوضع المفروض يمكن هو صار لبنان موازي لبلد الارهاب والكبتاغون من وراء سياسه حزب الله بيرجعوا بيقولوا لك نحن اهل الفتن والحرب لسوء الحظ عضو المكتبة السياسية الكتابية المحامية شوال بو عبود بدي اشكرك شكرا لك واهلا وسهلا شكرا لك مشاهدينا ومستمعينا شكرا ايضا لكم على حسن المتابعة اعياد مجيدة ونلتقى نحن وياكم الاسبوع المقبل